ثم أما بعد، فسيرا على منهجنا في تدبر آي القرآن العظيم، نذكر قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فهذا الخطاب كما ذكر قبل في سياقه مستمر في معاده على بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، عندنا هنا كلمة مفتاح وهي الميثاق. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وهو الكتاب الذي أوتيه بنو إسرائيل التوراة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وهي الكلمة الثانية المفتاح، أي أخذ الكتاب بقوة، كما في قول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، فأخذ الكتاب بقوة مفتاح من المفاتيح لهذه التبصرة، بل هو من مفاتيح القرآن العظيم جملة. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد هذا الأمر الذي جاءكم، توليتم ونكستم على أعقابكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لأن الذي عاند الرحمن وجحد أمره لا يكون إلا من الخاسرين، إلا إذا شاءت رحمة الله جل وعلا أن تستوعبه وأن تشمله. الطور هو الجبل، جبل عظيم، وهو طور سيناء كما ورد في الروايات الثابتة، كما في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أن الله جل وعلا رفع الجبل فوق بني إسرائيل يرعبهم ويرهبهم أن يوقعه بهم، فلما ظنوا أنه واقع بهم أي سينزل عليهم وسيدحضهم ويقتلهم ويكونون تحته هشيمة، وعيد من الله العلي العظيم. لكن الذي نقف عنده ها هنا هاتان العبارتان: الميثاق وإذا أخذنا ميثاقكم. فهذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على كل أمة، وقد سبق فيه كلام في آيات سوابق، هو الذي ينبغي للمؤمن أن يتدبر حقيقته، وأن أي إنكار له أو مخالفة له تدل على أنه نقض العهد ونقض الميثاق. والميثاق هو عهد يربط بين العبد وخالقه، عهد نأخذه على أنفسنا ويأخذه الله جل وعلا علينا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. عهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فميثاق هنا مصدر يرجع إلى عملية الوثق، واثقكم به أي أنه قيدكم به وألزمكم به والتزمتم أنتم به. وكل مؤمن أسلم لله الواحد القهار وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد واثق نفسه بالله جل وعلا، أي رابط نفسه بالله جل وعلا، فلا يجوز له أن ينقض هذا الميثاق. فكل مخالفة من الكبائر أو الصغائر هي ضرب من ضروب النقض لهذا الميثاق والمخالفة للعهد. ولذلك شرع المولى جل وعلا لنا التوبة، وإنما التوبة جديد للميثاق وعودة إلى الإقرار بما أقررت به من قبل. وصيغة الميثاق أو مضمونه أو بنوده، ميثاق بحال شيء عقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد كونترا، فهذا العقد له بنود، أركان وعناصر أقررت بها وشهدت بها، تجمع في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تفاصيلها هي الشريعة كلها، هي القرآن العظيم الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبينة لهذا الكتاب. لكن الكتاب له ميزة، لأن فيه أصول الميثاق، الأصول الرئيسية والبنود الكبرى كلها مجملة في الكتاب، والسنة إنما وظيفتها بيان معاني هذه البنود وهذه الأصول. ولا تجد أصلا من أصول الإسلام أو ركنا من أركانه لم يذكر في القرآن، لا تجد إطلاقا كل ركن من أركان الإيمان أو الإسلام إلا وهو مذكور في القرآن العظيم. وكل واجب من الواجبات الكبرى ولو لم يكن ركنا لا من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، ولكن واجب من الواجبات الكبرى كالجهاد مثلا ليس بركن لا من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان،
ليس بركن، ولكنه من الواجبات العظام، تجده مبثوثا في غير ما آية في القرآن العظيم. فإذا القرآن هو دستور الميثاق، يعني المدونة الأساسية التي أنزلها الله جل وعلا على عباده ليجمعهم عليه، أي على الميثاق على القرآن. وكل أمة من الأمم السابقة أخذت بميثاقها وهو كتابها الذي أنزل فيها، وهذه الأمة أخذت بميثاق القرآن العظيم. ولو أن الأمة الإسلامية فعلا استجابت للميثاق، أو قل لم تخن عهد الله جل وعلا ولم تنقض أي بند من بنود الميثاق، لما كان الحال غير الحال، ولا كنا أفضل من حالنا هذا بكثير، وإنما المرض والداء والضعف والخور الذي أصاب هذه الأمة أتاها من الثغور التي نقضت فيها ميثاق ربها. ومن هنا أوصانا الله بمنهج نتعامل به مع الميثاق. هذا المنهج هو أخذ الكتاب بقوة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. فقوله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة منهج أخذ الميثاق، ذلك الميثاق الذي أخذه الله علينا وعلى كل أمة سلفت يجب أن يؤخذ بقوة، كما قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولذلك أحيانا قد يذكر الميثاق ويذكر بعض تفاصيله التي انتهكت، التي انتهكت، كما في قول الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء، هذه المنقوضات، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فالله جل وعلا ذكر الميثاق جملة وإذا أخذنا ميثاقكم، ثم ذكر البنود التي انتهكتها بنو إسرائيل من عناصر الميثاق. الميثاق فيه عناصر، ولكن ذكر هنا من تهك منه، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، أي الإقرار، أي أنكم وافقتم بإيجاب وقبول، أي شهدتم بالميثاق وأقررتم به ثم ناقضتم، ثم أنتم هؤلاء. وذكر هاتين، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فالله جل وعلا إذن إذا ذكر الميثاق في هذه الآية وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يذكرهم بهذه النعمة التي أنجاهم الله بسببها من الموت، ذكر جل وعلا المنهج الذي أوصاهم به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أخذ الكتاب بقوة، إذن الإشكال جمع هنا، القضية كلها جمعت لنا في أخذ الكتاب بقوة. هذا هو سر التدين وحقيقته ومنهجه القويم، كيف نأخذ الكتاب بقوة. لو أن المؤمنين والمسلمين اليوم فعلا أخذوا بسر هذه الآية وهو أخذ الكتاب بقوة، لكان قلت كما ذكرت شأننا شأنا آخر، ولا يكون صلاحنا إلا بأخذ الكتاب بقوة. ولذلك وصف الله جل وعلا فئة الصالحين من المصلحين، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والذين يمسكون، التمسيك بالكتاب أخذه بقوة، لأن مساك بهذا اللفظ الذي فيه تضعيف يدل على شدة الفعل وإيقاعه والمبالغة فيه، لا يتصور في الذهن لغة ولا واقعا إلا إذا كان أحد ما يريد أن ينزع منك الكتاب. يعني تصور بحال أنت شد الكتاب، فشدة ديال الكتاب يعني من حيث ظاهر الأمر فيها مظهرا، مظهر أنك تأخذه أخذ المطمئن عليه، زعما ما خايفش يضيع لك، فتأخذه بلين شدوكا. ولكن حينما تنبه إلى أن أحد ما سيختطف منك هذا الكتاب فتمسك به، كتشد مزيان وتزير عليه بيدك. وليس المقصود طبعا الكتاب ها هنا بمعنى الأوراق أي الصحف، كلا، ولكن ما فيه. ولذلك قال في الآية الأخرى واذكروا ما فيه، هذا الذي ينبغي أن يمسك عليه وأن يمسك به وأن يؤخذ بقوة. أخذوا مفاهيمه، القرآن جاء بعلم وبمبادئ وبمفاهيم يجب أن تؤخذ بقوة.
جاءنا بمفهوم الأحكام الشرعية في مجال الشريعة، مفهوم الواجب ومفهوم المندوب ومفهوم الحلال والحرام والمكروه، وباختصار شديد جاء بالأمر وبالنهي. فوجب على المؤمنين أن يحفظوا هذه الأمور وأن يأخذوها بقوة. الحرام حرام والواجب واجب، ولا يجوز لمؤمن أن يأنف ولا أن يخجل من أن يسمي الشرعيات بإسمائها. من الأمراض اليوم الموجودة في مجتمعنا أن بعض الناس يخجل من أن يسمي الأشياء بإسمائها فيما يتعلق بالحلال والحرام، وذلك نقض لأخذ الكتاب بقوة. نقض. كان الدكتور المهدي بن عبد الله رحمه برحمة الله الواسعة من علماء المغرب ومن المفكرين الإسلاميين المغاربة الجهابذة، كان يحكي لنا في وقت الدراسة، كان يدرسنا الله يرحمه، هو الأصل طبيب أمراض جلدية وأيضا نفسانية، يعني يعالج في المجال ديال الأمراض النفسانية وعنده عيادة في الطب الجلدي، ولكن كان عالم في مجال الشريعة سبحان الله، رجل أوتي العلم من جهات متعددة ومعروف، يعني ابن أسرة عالمة خلف عن سلف، كان له صلة بالغربيين بالخصوص، كان سفير في وقت، كان سفير ديال المغرب في أمريكا، كان في مناطق متعددة، ولكن نتكلم على حادثة معينة. فكان يعني أحيانا النصارى، لأنهم نصارى ما مسلمين شيء، يسألونه لماذا لا تشربوا الخمر، فيعني يجيبهم أجوبة لها يعني لغة أو فيها لغة دعوية، يقول لماذا أشرب الخمر؟ علاش أنا بغي نشرب الخمر؟ وعلاش بغي نشربه؟ باش تسكروا. يقولوا إحنا المسلمين ديما سكرانين، يعني إذا كتقصدوا زعما هذا هو، يعني قصد هو واحد نوع ديال اللطافة، يعني ولكن بين قوسين العبارة، لا يقصدوا طبعا ظاهرها، ولكن إذا كتقصدوا يعني أن الإنسان يعني يعيش في أجواء وكذا وكذا، فالمسلم يعيش بذلك ولكن بمنهج طاهر، ماشي بالخبث وبالخبائث، ولكنه يعيش ذلك الحال الرباني وليس الحال الشيطاني، يعيش الحال الرباني بذكر الله وبالاتصال به. فكان عنده أسلوب يعني لطيف جدا في التعامل مع هؤلاء، ولكن ماشي هذا محل الشاهد عندي، كلا. قال رحمة الله عليه: فإذا كان في مجلس فيه مسلمون مغاربة، واحد طبقة معينة يعني غربية، يعني عندهم أفكار تلقاوها مع الأسف يعني في المراحل اللي درسوا فيها في أوروبا، وما كيرضاوش، ده هو الواقع، ما كيرضاوش يسميه الحرام حرام. فإذا ذكرت له الخمر فيما بينهم كان يفتخر، الله يرحمه، كان يفتخر بأن كانت عنده الشجاعة، بحيث أنه كان يقول لهم الخمر حرام، إذا ذكرت الخمر كيقول لهم حرام. يعني بزاف ديال الناس المؤمنين تجيه زعما كلام عادي، لا هو عادي عندنا في المسجد، ولكن في ديك الأوساط ماشي عادي، كان واحد النوع ديال البشر صعيب تقول قدامه حرام، لأنه يقول لك أنت مخطوف في عقلك، كيف حرام؟ وهذو مع الأسف يعني كيكونوا مغاربة وسميتهم محمد وعبد الرحمن وأحمد، مع الأسف الشديد. فالشاهد عندي أن هنالك فئة من الناس تخجل، ما كيرضاوش أن يسموا الأشياء بمسمياتها وبأسمائها، كيرضاوش بها. وقد يكون منهم بعض المؤمنين ضعاف، تلقى في ذاك الوسط بعض الأحيان، وهذا الشيء كنعرفوه يعني في العشرة ديالنا مع الطبقة العلمانية والطبقة المثقفة بين قوسين، عموما كيمكن تلقى واحد فيهم أو جوج أو ثلاثة أو أربعة الناس ناس مسلمين وعارف الحرام وعارف الحلال وما يشربش الخمر، ولكن حينما يكون مع أهلها ما كيقدرش يقول لهم حرام، ماشي لأنه خايف منهم، لا ما كيرضاش يعايروه ولا يعيبوه، وهذا هو الخطر. بمعنى أنه يجب أن نحفظ مفاهيمنا، الخمر حرام حرام، لعجبوا عجبوا لما عجبوا شيء يضرب رأسه ما لحيط، هذه بلاد المسلمين، كاين بلاد النصارى هرالي هيه، مشي ديك الساعة يقول لهم الكلام اللي عجبوا. فالمقصود من هذا كله أنه يجب أن نحفظ الأسماء وأن نحفظ مفاهيم القرآن، نحفظها ماشي يعني نعرضها، ذلك شيء حسن، ولكن المقصود الحفظ هنا بمعنى الأمانة، تكون عندك أمانة وأن تضبط هذه المفاهيم وتشتغل بها وتثبت عليها، يعني أن تأخذ الكتاب بقوة. الحرام حرام سميته، فالخنزير حرام، والخمر حرام، والزنا حرام، والربا حرام، والقمار حرام، ولو انتشر في الناس حتى صار من عموم البلوى فلا يغير من كونه حرام. الإنسان المؤمن خصو يتبت على مفاهيم القرآن الكريم، تل هنا وما بقى مزح وما بقت مجاملة. من جامل في حقائق القرآن وفي أصوله الكبرى فقد أساء الصلة وأساء المعاملة مع الله جل وعلا. فلأن تسيء إلى أقوام يغيظهم أن يكون الحق حقا خير لك ألف مرة ومليون مرة من أن تسيء المعاملة مع ربك الذي خلقك.
فيجب أن نأخذ الكتاب بقوة. والذين يمسكون بالكتاب هادو بغى يحيدوا لك المفاهيم ديال القرآن من الدك، لا، شد عليها وعض عليها بالنواجذ وخلي الأمور كما هي. حينما المؤمنون يخجلون من هذا، اسمح في المفهوم الأول يديوه لك، اسمح في المفهوم الثاني يديوه لك، تنقلب الأمور. أنا كيف يصير المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا؟ أنا إذن إذن بالخراب والعياذ بالله. يعني لما تصل الأمة واحد الدرجة المفاهيم عندها تنقلب، وذلك يحصل لأن عدد ديال المفاهيم وعدد ديال الصفات مقلوبة، وعلى رأسها مع الأسف لباس المرأة المسلمة. لباس المرأة الآن، لو أنه مرأة تخرج دابا بالحيك والتم بالشكل اللي كانت عليه المرأة المغربية في سنوات هذه قبل، كل شيء غادي يشوفها واحد يشوفها ناقصة مع الأسف الشديد. مع أنه أنا أقول لكم واحد الحقيقة قرآنية عجيبة جدا الآن، ولا صعيب على المرأة المؤمنة، المؤمنة نفسها ولا صعيب عليها الدرة، وهو الذي سماه الله جل وعلا في القرآن بالجلباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين. جلابيبهن جمع جلباب. الجلباب في العربية هو ما يتجلبب به، ماشي الجلابة بالشكل اللي كيديروها المغاربة، ماشي هي اطلاقا. الجلباب هو اللي كيقولوا ليه ليزار، يعني كيلبسوه في التفيلات، ومع الأسف الآن يكاد ينقرض، بدأ يقلال وغادي كيقلال، الله يخرج عقب على خير، يعني حتى يصير إلى الانقراض إلا أن يتدارك الله الأمة برحمته. إزار، إزار كبير كيتلبس ويتغطى به الجسم كامل، هذا هو الجلباب المقصود في قول الله جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء يعني كديروه هي في راسها خرقة كبيرة، إزار واحد عدة أمتار من التوب كديروا من فوق راسها، والإدناء زعما كتهبطوا على جهة الجبهة هكذا تغطي به الراس، تقرب أدنى تدني قرباته، ماشي كترفعوا هكذا حتى كيبان لها الشعر ديالها، تدني عليها من جلبابها كتهبط. وقال ابن عباس يضربنا به على الحواجب، تجيبوا حتى الحدود الحاجب وتشد وتغطي الجسم ديالها كله. يعني هذا دل عليه كثير من الأحاديث النبوية، من بينها واحد أذكره، الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر النساء أو أمر بإخراج الحيض والنساء ربات الخدور إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوات المسلمين صلاة العيد، صلاة العيد عيد الأضحى ولا عيد الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للمصلى اللي هي طاهر كتجلس اللور وتصلي مع المسلمين، واللي كانت حائض أو شيء من هذا القبيل تخلف اللور وتقف تفرج تشهدوا دعوة الخير، لأن المسلمين كيطلبوا الله تعالى فتؤمن تحضر ذاك المشهد العظيم. قالت له واحد الصحابية يا رسول الله ومن ليس لها جلباب، إن إحدانا لا تجد جلبابا، ما عندهاش ليزار ديال برا، عندها الكسوة ديال الداخلية مستورة ولكن الكسوة ديال برا يعني ذاك ليزار ما عندهاش. قال لها لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يكون كان الجلاب بحال هذا الشكل ما يمكن جوج عيالات يتخشوا في جلاب واحد، ما يتخشوا فيه غير إلا كان إزار، إذن تلمط به هي وتلمط صاحبته ويقدروا يديروا حتى ثلاثة في زار واحد ويمشيوا مع الطريق. هذا المفهوم صار الآن من الغرابة غريب بزاف، بحيث أنه مرأة مؤمنة ما تقدر شيء تديروا مع الأسف الآن في المجتمع. صحيح، علاش؟ احنا كنقولوا يعني المفاهيم اللي ما كتسمح في واحد المفهوم اليوم ياكلوه تقضيوا عليه. الإعلام وما يسمى بالموضة، الموضة ضرب من ضروب الإعلام الصهيوني اليهودي، يقتل أخلاقنا ويدمر مبادئنا حتى تنقضي. وإذا أرادت امرأة أو أراد رجل في بعض الحالات يرجع لها يجد ذلك من أصعب الأشياء، صعب جدا. فيعني صحيح يعني ماشي معنت أنه يعني المرأة حرم عليها تدير جلابة بالشكل المغربي وتستر مزيان، جائز ماشي مشكل، لأن هذه في الألبسة هي أعراف، الألبسة أعراف، وإنما الشرط في ذلك تحقيق العلة وهو الستر، فكل ما تحقق به الستر فهو صالح جائز لا بأس به. ولكن كنعبر فقط على أن هذا الجلباب بهذا الشكل كان في المغرب وغير حتى السبعينات، وكان هنا في المدينة كان وفي البوادي كان في كل مكان، فإذا به انقرض وجات مرحلة ديال الجلابة بالقب ديالها والتام ودوزت مدة ثم انقرضت، وخرجوا ديك الساعة الجلابة بلا قب، وكانت المرأة تخرج بالجلابة بلا قب كيعيبوها الناس، الله يستر خارجة بالجلابة بلا قب. دابا اللي خارجة بالجلابة غير وكان بلا قب راها لاباس،
حقيقة. فإذا هذا الشيء الذي يحصل يحصل بالتدريج، مفاهيم القرآن تضيع شيئا فشيئا. السبب نحن لا نمسك بالكتاب، شد المفاهيم ديالك راه كتضيع. فكما ضاع هذا يضيع ذاك، ويضيع الآخر ويضيع الآخر، حتى صار العري صار حالة طبيعية. هذا خطر. شمعنت حالة طبيعية يعني حالة ألفها الناس، العري ولا ملفين ولا عادي، مع أنه ما عمره ما كان عادي وما خصوش يكون عادي، ما خصوش يكون عادي حتى ولا في الكلام ديالنا العام. أن يعني كنقولوا هذه امرأة متدينة ورجل متدين، العكس دياله كنقولوا لا هذاك غير عادي، يعني اللي ماشي مدين كنقولوا عادي، لا هو ماشي عادي. والمرأة العارية ليست عادية إطلاقا، بل خالفت العادة الشرعية الحقيقية. هذه الأمور ترجع في أصولها إلى الأحكام التي جاء بها القرآن، أحكام الحلال والحرام. لا يجوز لمؤمن أن يفرط في حقائق القرآن. وحينما تعود الأمة، وقطعا ستعود الأمة بإذن الله إلى أحكام القرآن، ذلك ما بشرنا به في كثير من السنن النبوية. والذي يقرأ تاريخ الأمة المعاصر ويقرأ حاضرها ويقرأ مستقبلها بناء على معطيات حاضرها يبصر أنها تعود شيئا فشيئا، مصداقا للأحاديث المبشرة بعودة الخير في آخر الزمان. فالمشكلة إذن أننا يجب أن نمسك بالكتاب بقوة، أن نمسك بما فيه، أن نذكر ما فيه بقوة. ولا يجوز لمسلم أن يتسامح في أمرين من أمور الإسلام، من حقائقه الكبرى، أصوله وفروعه. يجي واحد في يوم من الأيام يريد أن يحرف لنا مفهوما معنى اليهود مثلا، أو معنى الجهاد، أو معنى القرآن نفسه، وقد حاولوا تحريفه مؤخرا بعض الكتابات وبعض المشعوذين من المفكرين، أرادوا تحريف معنى الكتاب ومعنى الوحي، أو يحرفون حقائق الإرث وحقائق الزواج والطلاق، مع أنها قطعيات لا مجال للنظر الاجتهادي فيها في القرآن. فإن كان من اجتهاد أو نظر ففي التوابع، في التوابع وليس في الأصول. هؤلاء يريدون تغيير الأصول، تغيير الآيات، يحتجون على حقائق من نظر إلى احتجاجهم يدرك قطعا أنهم يحتجون على خالقهم. هذا أمر خطير جدا. حينما يبلغ الفساد بالأمة أن تصبح حقائق القرآن منكرة، فأنا إذن تصبح الأمة في خطر، خطر من الانتقام الإلهي الرباني نعوذ بالله منه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نعوذ بالله من التخريب والتدمير. المعروف سمي معروفا لأن المسلمين يعرفونه، معروف اسم مفعول، على اسمه المعروف، تامرون بالمعروف أي بالذي تعرفونه، ماشي غيب عليكم. وكان مالك رحمه الله، الإمام مالك، إذا عرضت عليه القضية في الدين لا يجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى أنها من البدعة قال لا أعرفه. هذا الجواب ديالو. شحال من واحد كيقرا مثلا فتاوى الامام مالك مدونة او بعض العبارات في الموطأ ويوجد ان مالكا رحمه الله الامام قال لا اعرفه، شحال من واحد كيفهم زعما بلي راه ما عرفهاش. لا، ماشي هذا المقصود. لا اعرفه يعني انني انكره، ليس من المعروف بل هو من المنكر. اما من اللي ما كيعرفش الحاجه بمعنى انه جهل بها، ما عرفهاش، خصو عاد يتعلم ليها ويقلب على الحديد ديالها، كيقول لا ادري. ففرق بين لا أدري وبين لا أعرفه. فإذا قال لا أدري فمعنى ذلك أن علمها لم يبلغه، وفوق كل ذي علم عليم. وإذا قال لا أعرفه فبمعنى أنه ينكره، شي حاجة قبيحة يقول لا أعرفه، هذا الشيء ما كاينش في الدين. فالمعروف إنما سمي معروفا لأن الناس تعرفه، ولأنه الوضع الطبيعي، معروف وضع طبيعي. أما الاسم ديال المعروف الأصلي، لأن المعروف هي غير صفة، صيفة ديالو ماشي سميته. شنو سميته؟ سميته الخير، الخير. والمنكر اسمه الشر. ولأن المسلمين لا يتداولون الشر، الشر ما كيتداولوش بيناتهم، فوجوده بينهم غريب، كاي وقع مرة ولكن قليل إلى درجة الندرة، فكان غريبا، فكان ناكرة، ما معروفش، فيسمونه منكارا. ولأن الخير بينهم كثير ويتداولونه، فالكل يعرفه، الكبير والصغير، العالم والجاهل، معلوم من الدين بالضرورة، سموه معروفا. فإذا انقلبت الأمور وانتشر الشر وقل الخير،
حتى صار الشر في بعض المواقف وبعض الآراء وبعض الصفات، صار الشر كثيرا كثيرا، حتى عرفه الكبير والصغير وكل الناس، والعالم والجاهل، كل الناس ابتلي به وهو شر. هو ولا معروف، عرفه كل الناس. ثم قل الخير حتى درجة الندرة، لأن النادر أقل القليل يسمى نادرا. أنكره الكبير والصغير والعالم والجاهل، كل شيء يقول هذا ما كنعرفوش، فصار منكرا. وكثير مع الأسف من المعروف اليوم صار منكرا، كثير من المعروف اليوم صار منكرا، ما كيعرفوا أحد. حدود الشريعة في أحكامها منكر اليوم، لا يعرفها أحد، منكر. وكثير من الفسق والفجور، من القمار وشرب الخمور والفساد والزنا، لانتشاره صار معروفا. والعري أنواع كثيرة من الفساد صارت معروفا، معروفة عند الناس. هذه حقائق خطيرة جدا، موذنة بالخراب. والربا انتشر في طبقات المجتمع كلها، كان واحد لقطة الربا مقصور على الطبقات، يعني أصحاب الأموال ثم كان كيدور الربا. ثم وسعوا دائرته بتوصيات اليهود في العالم، وسعوا دائرته حتى شمل النساء والشباب والفقراء وأهل البطالة، كل أصناف المجتمع طوليت وابتليت بالربا. وكذلك القمار أشهروه وبينوه وعرفوه حتى ما عاد أحد ينكره. على الأسف لما يبدأ الإنسان يتسول على المعلوم من الدين بالضرورة، عرب الله للأمة فضت. المسلمون الأوائل ما كان يتصور أن يقع فيهم سؤال: ما حكم الزنا؟ ما حكم الربا؟ ما حكم الخمر؟ ما حكم القمار؟ الحقيقة بحال الأسئلة راه كارثة من قدجي الناس، يعني وصلنا الحد الأدنى من التدين كنسولوا فيه، بمعنى أن علم هذه الأمور صارت مجهولة لدى الناس. وهذا ما كان يسميه العلماء من قبله ما لا يسع المسلم جهله، يعني ما عندكش الحق ما تكونش عارفه. أصول العبادات وأصول الأحكام ما عندكش الحق كمسلم تجهله، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تجهل أن الخمر حرام، لا يجوز لك أن تجهل أن الزنا حرام، ولا أن القمار حرام. أساليب الإعلام اليوم كتقوم نفسيا على توطين النفس المسلمة على قبول الحرام، شيئا فشيئا فشيئا، حتى الإنسان كيتطبع فعلا، يتطبع على الحرام ويصبح أمرا عاديا، ثم بعد أن يصبح لديه أمرا عاديا وهذه مصيبة يرتكبه هو أو يرتكب في أسرته ويسكت، لأنك يولي عادي، تشوفه الصباح والعشية وفي التلفزيون وفي الإشهار وفي الأخبار وفي كل شيء، ويقدم لك على أنه مائدة طبيعية تؤكل وتشتهى. هذا أسلوب خطير جدا فعلا، يؤدي إلى تدمير الحاسة النقدية لدى المسلم. والمسلمون بطبعه نقادة، عنده قدرة وحاسة على النقد، بحيث أنه كيشم الحرام كينفره يكرهه ويمجه. هذا الأمر إذن يؤدي بهذا الأسلوب إلى فقدان حاسة النقد تماما، كما يفقد أحدنا حاسة الشم، مرض، مرض، لأنه لما كيشم شيء عنده مشكل مرضي، خصو يشم. الوضع الطبيعي أنه يعرف الروائح الطيبة والروائح الكريهة. فكذلك بالضبط يقع في حاسة التدين، تفقد القدرة على التمييز، ما تشمش الحق والباطل، بل كتنقلب عندها المفاهيم وينقلب الإحساس، فيجد لذة في اشتمام وفي تذوق المنكر، ويجد صعوبة ويجد غضاضة في تذوق الحلال والواجب والمندوب والمطلوب بصفة عامة. هذا كله مصدره داء واحد، أننا لا نمسك بالكتاب، أننا لم نأخذه بقوة. وهذه التوصية التي أوصى الله بها بني إسرائيل، وأوصى الله بهذه الأمة وكل الأمم السابقة واللاحقة، أن تأخذ ما جاءها عن ربها بقوة. فلو أننا فعلا أردنا أن نتوب إلى الله جل وعلا، فلنبدأ بأصول الدين، بدءا بالأمور الأساسية في عقيدة الإسلام، تعرفا إلى الله جل وعلا في توحيده جل وعلا، في ربوبيته، في أنه الرب الخالق لكل شيء. هذه أمور بديهيات، حقيقة أمور بديهية عن الإنسان، ولكن يجب على كل منا أن يراجعها في نفسه. وغادي تلقى الثغرات أنا وإنت، ياك هذيك الأمور العادية لما مشيت راجعها تلقى شحال من حاجة عندك فيها نقص، إلى أي حد عندك يقين في أن الله خلقك أنت وخلق الخلق كله، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا، خالق كل شيء.
إلى أي حد أنت تشعر وتحس بهذه الحقيقة وتدرك أنك في نفسك مخلوق لله الواحد القهار الخالق؟ نظريا تقولها، ولكن إلى أي حد تشعر بذلك في الصباح والمساء؟ لأن الميزان ديال هذا الشيء شنو هو؟ أنت مخلوق، إذا لا تملك نفسك ولا أمر نفسك، لأن المخلوق لا يكون إلا عبدا مملوكا. فكل صانع صنع شيئا فذلك المصنوع هو له، ممتلك له في المجال البشري الاجتماعي. صنعت سيارة أو آلة فتلك لك، وتحمل الاسم الذي أعطيته أنت لها، ويبقى معها إلى يوم القيامة. ولله المثل الأعلى، هو خلق ووحده خلق، ولا أحد شاركه في خلق الخلق. فهل أنت تشعر فعلا، هذا سؤال اطرحه على نفسك، هل أنت تشعر فعلا في كل لحظة وفي كل يقظة أنك مخلوق لله؟ لما تفيق من النعاس في الصبح كتشعر بأنك إذن استيقظت على حالة العبودية لله، أم هذا يغيب عن ذهنك؟ إذا كان كيغيب، إحساسك إذن بتوحيد الخالقية ضعيف أو منعدم؟ لأن الإنسان العبد المملوك يشعر دائما على كل حال بأنه مملوك، وأنه لا يملك أمر نفسه، بل هو مملوك لمالك واحد أحد. والمملوك لا يحق له أن يتصرف في أمره كما أراد، وإنما في كل أمر أراد أن يقوم به يستأذن مالكه. ولذلك المؤمن لا يتحرك إلا بعد استئذان ربه، وذلك هو الذكر والصلاة وكل أعمال التقرب، إنما حقيقتها أننا نستأذن مولانا وخالقنا في هذه وفي تلك وفي كل شيء. حتى الطعام والشراب، شرب الماء وأكل الطعام من الأمور الحلال المباح، إذا استيقظ في ذهنك هذا المعنى العظيم، لا تشرب مباحا ولا تأكل طعاما إلا بإذن الله. إذن الله ماشي بالمعنى يعني بإذن الله إذن راه الله أذن لك فيك، لا، وإنما تجد في نفسك أنك تأكل وتشرب لأن الله أباح لك أن تأكل وتشرب. وكان يمكن أن يحرم عليك الماء أو يحرمه عليك في أوقات فأباحه لك مطلقا وأباحه لك على كل حال إلا ما كان من رمضان. فإذا هذا الإحساس أنك تدخل في المباحات وتتناولها وتشعر بأن الله أباحها لك، أذن لك في أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تتمتع بطيبات الحياة الدنيا من مساحة المباحات وما أوسعها ساحة المباحات. هذا شعور وإحساس المؤمن فعلا الرباني الذي أدرك هذا السر وفاهمه وعمل عليه واشتغل بمقتضاه، فكان لله وكان بالله. وهذه هي صفة الربانية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، كتاب، وبما كنتم تدرسون. تدرسون الكتاب لم يذكر في النص، ولكنه مذكور بالاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، يعني مفهوم لأنه ذكره قبله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ماذا تدرسون؟ الكتاب. هذا الكتاب إذن هو الذي ينبغي أن نعود إلى حقائقه، إلى مفاهيمه، ونمسك بها ونأخذها بقوة. قلت بدءا بحقيقة العقيدة في توحيد الله ربا والتوجه إليه جل وعلا إلها يستحق وحده العبادة دون سواه، ونشتغل بأحكام الإسلام ونبحث عنها ونتعلمها. يجب علينا أن نتعلمها وأن يكون لدينا وقت للتعلم. ما عنديش وقت نقرأ القرآن، ما عندكش الحق، لا يجوز لك، ما عندكش الحق، ما عنديش وقت لربي اللي خلقني، وعندك وقت لكثير من الملاهي. هذا منكر وهضم لحق الله جل وعلا. وقد ذكرت مرارا أن المسلمين حينما فكروا في الحقوق أول حق فكروا فيه حق الله الواحد القهار. وما أجمل عنوان كتاب الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: الرعاية لحقوق الله. الرعاية لحقوق الله إذن أولا، والمسلم الذي يفكر بهذا الترتيب وبهذا المنطق يمكنه آنئذ أن يكون ممسكا بالكتاب وآخذا بما فيه بقوة، مستجيبا لقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأوروبيون فكروا في حقوق أنفسهم أولا، وكذبوا على أنفسهم وكذبوا على الشعوب وكذبوا على الله. وحدثنا عن حقوق الإنسان ولا حقوق إطلاقا، وشاهدهم وحالهم يدل عليهم فيما يدمرون من البلاد والعباد. ثم بعد ذلك تطور الأمر
من حقوق الإنسان إلى حقوق الشيطان. ووالله إنهم فعلا اليوم لا يرفعون قضايا حقوق الشيطان، يدافعون عن إبليس. ها الطائفة اللي انتشرت في كثير من البلاد العربية من مصر حتى المغرب، مما يسمى بعبادة الشياطين، مجموعة ديال المخبولين والذين يائسوا من الحياة، وانقلبت لديهم المفاهيم ولعبت عليهم الصهيونية واليهودية، ونشروا الخراب في الشباب، مجموعة ديال السفلة متناولي المخدرات والشذوذ الجنسي والمصائب وكل المحرمات اجتمعت فيهم، يجعلون للشيطان رمزا بينهم يعبدونه، ووثائق وكلمات وعبارات وصلوات. لما يتكلم واحد في هذا الأمر ينوضوا له الناس ديال حقوق الإنسان يدافعوا عليه، وإنما هي حقوق الشيطان. شيء غريب جدا أن يكون من هذه الأمة من يدافع عن حق إبليس، أو لإبليس حق ويسمونه الثائر أو الروح المتمردة. تمردت على من؟ على رب الكون. أمثل هذا يمجد وفي المسلمين ومن أبناء المسلمين؟ شوف الانحدار اللي كيبدانا من عدم التمسيك بالكتاب. لو أخذنا بالكتاب بقوة لما وقعت ثغرة في جدار الإيمان بهذا البلد ولا بسائر البلدان، ولكن تقابي كتار فيدخله إبليس من مداخل متعددة في صفات وأشكال متعددة، ويخرج من أبناء المسلمين عبدة الشياطين. هذه مصيبة فعلا، تدل على أن النسيج الاجتماعي ديال المسلمين تهرس، ما بقى صحيح النسيج الاجتماعي، لأن النسيج الاجتماعي إنما ينسج بناء على عقيدة، فإذن العقيدة اهترأت في بنية تدين الاجتماعي، وإذ اهترأت إذن كثرت الثغرات ويدخل ميكروب يتسرب من كل منطقة من الجسد، حال ذاك البدن اللي كيفقد المناعة ديالو صفة نهائية، في أي ريح كتمرضو وأي حركة كتطيحو. هذا الوضع فعلا يخيف المؤمن ذي البصيرة وذي الحاسة النقدية. والله جل وعلا جعل لنا الخلاص وجعل لنا الشفاء في كتابه العظيم القرآن العظيم. يجب أن نتداول هذا الكتاب فيما بيننا، يجب أن نتلوه كل يوم، كل يوم خذ منه زاد، خذ منه قسط، وخذه متأملا متدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يجب أن نعود إليه ونربي عليه أبناءنا، ونذكره في بيوتنا تلاوة وتدبرا ومدارسة. خلي الأطفال ديالك يسمعوا آية ويسولوا، شيء عظيم جدا، ويتداولوا الآيات. خرج الطفل ديالك هز آية في الدماغ دياله بمعنى من المعاني ويوصلها للأستاذ دياله أو للصديق دياله. خصنا نرجع لواحد النوع ديال التداول الاجتماعي للقرآن. القرآن يتحرك في المجتمع، يمشي لعند التاجر، يمشي لعند البقال، يمشي لعند الطبيب، يمشي لعند الحاكم، يمشي لعند المحكوم، يكون في المؤسسة، يكون في القضاء، يكون في كل الشرائح وكل المؤسسات، يروج كما كان يروج عند الصحابة. القرآن لم ينزل ولم ينزل فقط ليتلى بالمساجد فقط، شيء عظيم أن يتلى في بيوت الله جل وعلا، ولكن يجب أن يخرج إلى المجتمع، لأنه نزل أصلا ليبني المجتمع. هذه الوظيفة الأولى ديال القرآن الأساسية، إنما نزل ليبني نسيجا اجتماعيا، نسيج اجتماعي، ويبنى المجتمع بدءا ببناء النفس الإنسانية. فإذا إذن حوصر القرآن في مكان ضيق أو في زاوية معينة، فمعنى ذلك أنه لم يرد له أن يشتغل وأن يقوم بوظيفته الطبيعية الحقيقية، لأن في القرآن حقائق تفضح الزنادقة وتفضح الملاحدة وتفضح الكفرة وتفضح المنكر وتسميه منكرا، وتضع أصبعها على الشر وتقول هذا شر، ولا تأخذ الإنسان المؤمن إذ يقع بقلبه هذا وبعقله، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ولا يخشى في ذلك أحدا إلا الله جل وعلا. سمي الأمور بأسمائها، المنكر سميه منكر، الحرام سميه حرام، ولا تنطلي علينا حيلة فلان ولا علان، ولا تغطية من وسيلة إعلامية، قناة تلفزية أو جريدة أو صحيفة، أي شيء خالفت الحق وحملت راية المنكر فهي منكر، ولا يكون ثمنها آنئذ إلا سحتا، سحت. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين.